ابن عبد الله محمد نبينا محمد المصطفى نحن فداك نحن فداك يا رسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام ولا ليال مركان كهريت إلهي مهد اسكله إلهي مركلا ينفذ ذاي أن أهدنا سيردي من الأسكوة ذانا مقدمة يك جرني أشرك مقدمة حقاذني أشرك لما أو مقدمة ويركو كفيريانا سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يميلون لكشيك يي رسولك أنا صوبا صلوات ربنا وصلاة ربي وسلام عليه سيردي سيال لكشيك يي شيخ الكتاب قري خلاصة نور اليقين ماري لا حاجة بنا والدنقية مراد أن كلنا له إلى تاريخ تاريخ كلا دنق مراد ما كلهني ما هي تاريخ إلى تاريخ حياة فلسفية اليونانية قال ما جرى فلاسفة لأرو أو يونانيان كدالدين تاريخ ذي والدنق ونكلنا ما له تاريخ ذي ونكشاكيان سيرد ونكشاكيان تاريخ ذا ونمنك فلاسفة يونانيين كشغل ما كلهني دنق ما كلهني وحكماء الروماني دك الرومان كهاي أو روم يا فرس ويا الدنيا الحمام والجرم دك حكم جر التاريخ ذي والدنيا مرادة أن كلنا ماله وعلماء الإفريقيا علماء جيس كأفريكا تاريخ ذي والدنيا أن كلنا ماله أنت أصدام وأسكدافني ما مركب أراد أنا مياله فلدينا أراد أنا مياله في تاريخنا تاريخ ذن حياة نولل شريفة أو شرف له نولل شرف له تاريخ ذي سيا يا أراد أن تاله حياة داس أما تاريخ داس أما شرفت له مملوءة لكبوي بالجد لبنما والعمل الشقة والصبر صبر والثبات سقناشة انت تاريخ كبوت يا هاي سنة في تاريخنا حياة شريفة مملوءة بالجد والعمل والصبر والثبات وحب والحب والرحمة تاريخ ما يكون شيء كيان السيرة رسولك وما يوهن تاريخ أو جعل إله جعل إن لس جيل هذا وتاريخ أو يدون كبوت النحريس والحكمة والسياسة تاريخ كشيء كياس حكمة إيو السياسة وشرف شرف وشرف الحقيقي شرف أو حقيقة ربي كشيء كياس تاريخ داس والإنسانية كاملة بن آدم ما إنسان نما أو لما يسترن يكو هذا لاس وهي تاسمعت حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا النوللس ويوهان حياة تليس يكو شاكيان وحسبنا بها تاسني فيلم معنا وحسبنا كافيا نبه مين كافيي بها سيري أنك شاكينا وكفى تاسني فيلم شيخ كتابك قاري خلاصة اليقين نغاشي لأره مصطفى لطفي المنفوضي يلأره مركب وهو عشرك كوات يبلابانه كان كوات ما يوها الدور الأول كالنت كوات أما الدور كوات وريق كوات أولوك بلاب من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كان صلى الله عليه وسلم حياة ديسي يلوك بلابه صلى الله عليه وسلم ودورك كوات ميكو بالله وذي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك حياة ديسي يلوك بالله كو سؤالو لسوي ديو ميكو بده ما انكو هر ايته سيدنا محمد نبي الله محمد سيد كان يلوك بالله افر سؤالو ايا يجوابتيو لحكين هر مرية اذينا سؤالو لكو ويدية سي اغا تكستب جوابتيو كتوس انتا انك جوابت تن كوات ميلة من هو الرسول رسولك أي من هو من هو الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة من هو رسول الله رسولك إلهي أي إلى الناس دتكلها ندري
وآخر الأنبياء أنبياء إلهي كدن بيهاي وإمام المرسلين أنت إلهي هدري الرسول له إمام شونهاي ويوها سيدنا محمد سؤال سويوها هو رسول الله إلى الناس كافة وآخر الأنبياء وإمام المرسلين هانلي سيرنا الشرحاس أبترك رسولك رسولك صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد أيها بالكار هو رسول الله رسول إلهي هدرس ديكو انت لهندري إلى الناس دتك لهندري كافة يوردن دتك أوردن لما انتيو وآخر الأنبياء هدنا نبي إلهي أن وحيو ذي أو رسول لن كوالنا كي إنك دنبا يواي وإمام الرسل نبي إلهي هدنا رسول نمال لن كدارنا إمام شوهاي سؤال لمات ولك جوابه وهذا جوابت لك ينهر مرسيو جاء رسولك ميلكوي بالدين الإسلامي دين الإسلام كيالكوي الذي دين تسو لا يقبل الله إلهي إن أقبلانا يوم القيامة ما لنتقي أما مركيل دير دينا دين أو غيره دين ترسولك لكوي دين هاين لا أقبلان مركة تاسن سؤال لما دواي جاء بالدين الإسلام رسول كاسي ودد كدن لهندري او نبي الهي رسول الهي لك ختمي ويوها ميلن شاني ميلكوي جاء بالدين الاسلام يلكوي الذي دين تسر لا يقبل الله الهي ان اقبلان يوم القيامه دينا غيره دين ينهاين سؤال سدهات اقول لك ويدي وادين جوابتي لكن هور مريو وهو كاس من نسل سادات قريش سيدنا محمد يلك شغاي ابترشي وهو رسولك من نسل سادات قريش قريش سادات سيديال دي نسل جو ايها كجيد ويوها اشرف قبيلة قبيلة انك شرف بدن او دقن في مكة المكرمة مقالة ما كدقن ايتي قبيلك انك شرف بدن اي نسل جي ايها كجيد رسول صلى الله عليه وسلم سؤال سد هذا هو رسول كاس انتها كجيد هو بالكار وهو من نسل سادات قريش 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 رسولك كدالة دي دادك سيديالك انهايين او مدحة انهايين نسلي جو اياه كجيد ميوه سادات قريش مركيلة المامية ميلر اشرف قبيلة قبيلة انك شرف بدن يهايتي اشرف قبيلة في مكة مكرمة مقالة مكة كنوريتي قبيلة قبائل دقن مكة قبيلة انك شرف بدن ابترشي ميلة قلاي قيب تأفراد ميوه ها ويتصل ميل هرير نسبه رسول كان ابترجي باسماعيل نبي اسماعيل يلهر نبي اسماعيل كاسو ابن ابراهيم نبي ابراهيم اريشي هاي عليهم السلام نبي اسماعيل يا نبي ابراهيم يا نبي الهي او دنبا نبي تجري كرجو الله ولا مركا اشركم كوات ويوها افرت سؤالت جوابتي لكن هرمري سؤالي مركواتو اسئله سؤال واي ويوها أسئلة سؤاليال من كو سيدنا محمد من سيدنا محمد سيدنا محمد أي هاي أذي لكوفة هو رسول الله إلى الناس كافة وآخر الأنبياء وإمام المرسلين سؤال لمات بماذا جاء ميل كوي نبو محمد مديس كوي ميل كوي وذي جاء بالدين الإسلامي الذي لا يقبل الله يوم القيامة دينا غيره وجوابتيه سؤال سدهاد ميوها من أي قبيلة أبواه آذيسي أو شيء قبيلة ذاك أبتر سدايم معنا قبيل شو ميهاي من أي قبيلة قبيلتك أبواه آذيسي أو شيء قبيل جو ميهاي وهو من نسل سادات قريش أشرف قبيلة في مكة المكرمة سؤالا كدن بيت ميوها بمن يتصل نسبه رسولك أبتر شيء أي لهرير إلا أنت ديره أبتر شيء رسولك أنت ديره تاسوا سؤال جوابتي أنا ميوها ويتصل نسبه رسولك أبتر جيه مركين له ذوي ديري نبي إسماعيل نبي إسماعيل كاسوسينا أو نبي إبراهيم دالي نبي تقلي كرجو الله ويلا الخلاصة أشرك استبه خلاصة لحق قوبه معنى خلاصة ما إلى كتابك ما يجي بخلاصة نور اليقين ما إلى رجل خلاصة وركيل لحق قوبه خلاصة ما يوها الخلاصة سيدنا محمد هو رسول الله إلى الناس أجمعين جاء بالدين الإسلامي وهو عربي قرشي عدناني
انتن الله كقابي خلاصة رسولك سيدنا محمد أيها بلكار سيدنا محمد هو رسول الله إلى الناس هو رسول الله محمد نبي محمد سيدنا محمد هو رسول الله رسولك إلهي واي انت لاندري إلى الناس ذاتك أجمعين لمانتيو يلا اندري كو جاء رسولك ميل قوي بالدين الإسلامي دين الإسلام كي يلا قوي وهو رسولك عربي رسولك عرب هاي قرشي عرب لميكو هاي قرشكو هاي عدناني رير بني عدنان وهو أولاد إسماعيل واي يكو أبتر سداي أشار كلمات نيوها نسبه ووفاته نسبه ووفاته والده رسول كان صلى الله عليه وسلم النسب جي أبتر شيء يو أب أو شيء أو دمدي يهدنا لقشاك يا والده رسول كان أو شيء والد هو بعد ذلك والد أو كواي ويوها والده رسول كان أو شيء عبد الله يلا رأي مغاشي عبد الله ابن عبد المطلب عبد المطلب ندالي عبد المطلب كاسو ابن هاشم هاي ابن هاشم كاسو ابن عبد المناف هاي عبد المناف ابن عبد المناف كاسو ابن قصي ها ابن قصي كاسو ابن كلاب ها ما هو أبتر شيء رسولك أنا أو شيء مركل لشيخه رسولك أنا أو جيمة والده عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب سؤال لما جوابتي أشركا وأمه رسولك آديس آمنة بنت وهب مغادي ميل راي آمنة بنت وهب ابن عبد المناف ابن الزهرة ابن كلاب مغيال لي واي مغم الفسر أبتر كيالة لكين تريو هاي سؤال سدهات فتجتمع أمه آديس مع والده أو شيء ميكا كل ما يعني أبتر شو مديها أبتر سلام نو محمد أو شيء آديس ما ينسكو كوي أنا في جده الخامس أو شنات يعني سكوي أو شنات وهو كاسنا كلاب يلره ويوهن سؤال لا أفراد وقد توفي ما يدمدي والده رسول كان أو شيء ما يدمدي وهو رسول كأو في بطن أمه على آديس كجر يدمدي وعمره نبغان أو شيء نبو محمد أو شيء عمر شيء ما هاي 18 تمسي 18 سنة تمسي جرحاي ودفن بالمدينة نبغان أو شيء عبد الله ميلك الدوغي مقالة المدينة يلك الدوغي ولم يترك له شيئا وميل راي ما من كتبنا شيء أو من المال والهولاء رسول كان أو شيء من كتبنا طبعا ما يوها ويو أشر أفر سؤال جوابتيو أولا هدنا سؤال لكين كوالو أسئلة ما نسبه من جهة أبيه نوغان أو شيء ما يوها نسب رسول كان نسب جي هجأ أو كمي هاي والده ما هاي عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب إنه هو ما نسبه من جهة أمه أبتركه جاءسنا ما هاي ويوها آمنة بنت وهب بنت عبد المناف ابن زهرة ابن كلاب يا هايتي آدسنا تاسوي في أي جد تجتمع أمه مع أبيه أو آدسي أو شيء كل ما ين أو نسق قيان ما يوها كلاب واي في جده الخامس فتجتمع أمه مع والده في جده الخامس وهو كلاب واي سؤال أفراد ما هي تأول سويدين متى توفي والده رسول كان أو جي أما دمدي أي أما دمدي واي بعد دمدي وقد توفي والده رسول كان أو جي ما دمدي وهو في بطن أمه رسول كان الله عزيز سوك جر وهو عمر شيء نبي عن أو شيء عمر شيء من قصد مسير جرهاي أين دفن رسول كان أو جي أنت لك دوغي ودفن في بالمدينة مقالة المدينة لك دوغي ولم يترك شيئا من المال خلاصة markii asharku un ha khulaasayna ha koobna khulaasada may leeyahay walaagi oo saafiga la aruri way oo may leeyahay us hadalkii dheer ay la kuusi may la kuusay ma nasabuhu min jihati ummihi su'aal asalku waydi khulaasada may naga timarkan al khulaasa abuhu rasuulkan aw shay abdullah ibn abdul muttalib yalla ray wa ummuhu adisna rasuulkan adisna may leeyahay way wa ummuhu aminata bint wahb يلتقي ميك كل ما ينسبها نسبهما أبترش ميك كل ماي في جد في جده الخامس أو غشنات يك كل ما ين أديس أو شيء أو غشنات يك كل ما ين مات أبوه رسول كان أو شيء لمذي وهو رسولك أو في بطن أمه الله أديس كجر مركو خلاصة ويوها أبوه عبد الله ابن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب يلتقي نسبهما في جده الخامس
مات أبوه وهو في بطن أمه ميوها أشركان ميلا باي كان كوات مثل كان لما دولي الأرزابة مقدمة هديب لها قبلها أشرك كوات كان كي لما دولي أشرك سد هادنا رسول كان مركز بلدي سد لنوجنا أشرك كالك والدان إلهي أني أنفع هذا وبالله التوفيق والله على ما أقول وكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.